يا مساء الخير، تحياتي ليكم. بداية حلقة جديدة من السادسة، أهلا وسهلا بكل أهلاوية اللي بيبدأوا معانا حلقة النهاردة. وخليني الحقيقة، أنا عارف إنه هو الموسم أكيد لسه ما انتهاش. طبعا مبروك مكسب استعادة الصدارة قبل مكسب الحرس في مباراة أو عودة مباراة الدوري مرة تانية. أداء جيد جدا من النادي الأهلي، نتيجة ثلاثية جديدة يضيفها مستر كولر الحقيقة لضحايا الثلاثيات الموسم الحالي. واستعادة الصدارة يمكن يكون أهم مكاسب المباراة. عندنا مباراة بكرة مع منتخب السويس، بداية مشوارنا في بطولة الكاس. أكيد طبعا هيكون لنا كلام عليها النهاردة، رغم أنه منتخب السويس يعني يعتبر مجهول بالنسبة لكثير من الأهلوية، لكن الحقيقة ماتشات الكاس هي اللي يمكن تدي أهمية كبيرة للمباراة دي. أنتوا عارفين أنه في بطولة الكاس دايما دايما بطولة لا تخلو من المفاجآت، وبيبقى فيها كثير من المطبات الصعبة. ويمكن مستر كولر كان بيتكلم في الجزئية دي مع اللعيبة وهم بيستعدوا للمباراة، على أساس أنه ما يبقاش في استهانة بالخصم، وانه يتم التعامل مع المباراه بمنتهى الجديه، شانها شان كل المباريات اللي خاضها الاهلي الموسم الحالي، موسم على المستوى المحلي بدون هزيمه او بدون خساره واحده، ونتمنى ان المشوار يستمر. ورغم ان الموسم ما انتهاش، خليني حقيقه في البدايه اتكلم مع حضراتكم شويه في قصه الميركاتو، عشان اليومين دول الرزع والهبد يعني على كل الاشكال والالوان. خلينا نتفق على قواعد واضحه وصريحه. نمرة واحد، انه وانت مغمض كده، مش عشان انا بكلمكم من قناة النادي الاهلي او عشان انا منتمي للنادي الاهلي، مفيش لاعب في مصر مهما كان انتمائه يعني مهما كان انتمائه ما يحلمش في يوم من الايام انه يكون موجود في نادي الاهلي. القصة هنا مش قصة انتماء، هي الكورة بتتلعب ليه؟ الشهرة ممكن يكون واحد من الاسباب، الفلوس بالتأكيد واحد من الأسباب والأسباب الرئيسية كمان، لكن هل ده وحده يكفي؟ لا، خد بالك إنه الناس اللي بتعشق اللعبة دي وبتمارس اللعبة دي يهمها جدا إنها تصنع مجد، تصنع تاريخ، تصنع بطولات وألقاب. والبوابة السحرية لده مفيش غير النادي الأهلي. مش ممكن تكون بتلعب بطولات كأس عالم مع الكبار وتكتب في تاريخك إنك بتقابل كبار العالم، ومش ممكن تبقى بتشارك مع الاهلي وما بتنافسش على دوري ابطال افريقيا. طبعا ده غير البطولات المحليه. فكره ان انت كلاعب تلعب في النادي الاهلي ده شرف عظيم يتمناه، خليني عشان اكون موضوعي، من 80 ل 90% من لعيبه الكوره في مصر كلهم يحلموا في يوم من الايام يلبسوا تيشرت النادي الاهلي. والاهلي على مدار تاريخه، عشان نصحح او نحط الامور في نصابها الصحيح، الاهلي عمره ما في يوم اكبر لاعب على انه يسيب ناديه ما لم تكن الرغبة، حط تحت كلمة الرغبة دي 100 خط أحمر، ما لم تكن الرغبة قوية، مش بس موجودة، رغبة قوية في ارتداء الفانيلا الحمراء، الأهلي ما بيتمسكش بحد، والأهلي ما بيقفش على حد، سواء كانوا من ولاده أو من اللعيبة اللي موجودة، لو شايفين إنه ممكن يبقى عندهم فرصة أكبر، أو شايفين إنه وجودهم في الأهلي مش هيضيف ليهم، أو شايفين إنه في عروض بتجيلهم افضل من العروض اللي موجوده او اللي بيعرضها النادي الاهلي، فالاهلي ما بيتمسكش بحد ممكن في يوم من الايام يتخلى عنه، او حتى من لعيبه جايه من بره. في ناس كتير جدا عندها خلط في الاوراق، معتقده انه الاهلي في عصر احتراف او في زمن احتراف اعتماده الاساسي على تفريغ الانديه من نجومها، وده مش حقيقي او صحيح باي شكل من الاشكال. والدليل انه انت عندك النهارده في مصر انديه عندها سكواد على اعلى مستوى، واقدر اعدلك منهم 3 أو 4 انديه بالاسماء، فرق متكلفه مئات الملايين، انديه ممكن تكون ميزانيه كره القدم فيها اكبر بكتير من النادي الاهلي، على الرغم من ان مواردها سواء الماليه او عوائدها الفنيه، يعني باختصار شديد جدا لا هي بتكسب حاجه من كره القدم على المستوى الفني القاب بطولات، او على المستوى المادي جوائز او بيع وانتقالات لاعبين. ورغم كده كان الأهلي في ظروف صعبة. أنا عشت معاكم 3 سنين هنا، سمعت كتير قوي كلام على الميركاتو واحتياجات النادي الأهلي وضرورة التدعيم، وفي أوقات كتير جدا إن الإدارة ما بتصرفش فلوس على الفريق، على الرغم ده مش حقيقي على الإطلاق. ولو بصيت على عدد الصفقات اللي أبرمها النادي الأهلي والقيمة المالية ليهم في السنوات الثلاثة الأخيرة، هتجد إنه حجم الإنفاق كويس جدا مقارنة بقى بالعوائد. بنتكلم على عوائد مالية كبيرة جدا نتيجة مشاركة في كل البطولات، تتويجك بطولة دوري الأبطال، مشاركتك في كأس العالم، فوزك بكأس السوبر الأفريقي،
احرازك ميداليتين برونزيتين في كاس العالم، حتى الدوريات او البطولات المحليه بتاخد عليها عوائد ماليه، وده طبعا اللي ما بيحصلش بالنسبه للمنافسين او حتى على مستوى البيع والشراء في الانتقالات، بيع لاعبين وشراء لاعبين اخرين. ولكن في النهايه اللي عايز اقوله انه ابدا ابدا النادي الاهلي مش ممكن يجبر حد على انه واحد يستمر معاه، اثنين على انه ينتقل ليه. مش ممكن ابدا يكون في قصه اجبار او قصه خطف زي ما بيتقال للاهلي لنجوم الانديه. دي نمره واحد. نمره اثنين، واحنا بنتكلم على الميركاتو الجاي لازم تبقى عارف انك بتتكلم على تدعيم فريق هو بالفعل بطل افريقي، ومن الوارد جدا 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 انه يبقى فيه محاولات لخطف نجومه، سواء من انديه منافسه هنا في انديه محليه او حتى من سوق الخليج اللي بيحاول يعمل نقله كبيره جدا. فطبيعي جدا لما يجي يبص على لعيبه في مصر طبيعي جدا نمره واحد عنده يكون النادي الاهلي، او حتى على مستوى اوروبا لانه في لعيبه في الاهلي قدموا مردود على مدار السنين الاخيره تقول ان هم يصلحوا للاحتراف في انديه كبيره، مش هقول انديه الصف الاول لكن انديه كبيره في اوروبا، ويلعبوا في اكبر الدوريات، الماني ايطالي فرنساوي اسباني او حتى انجليزي. ده شيء طبيعي جدا. الاهم من ده هو انك انت ازاي تعوض الاسماء دي. هتكلم على الميركاتو وهتكلم على احتياجات النادي الاهلي بالعقل والمنطق، لانه في احتياجات يمكن كنا واقفين عليها او باصين لها او حتى مستر كولر اتكلم مع الاداره فيها من بدايه الموسم وفي موسم الانتقالات الشتويه، ولظروف كتيره جدا ما تمتش، اعتقد انه محتاجين نفتح ملفاتها، وخصوصا ان احنا رايحين لموسم صعب جدا. الموسم القادم رغم كل الانجازات وكل الالقاب وكل البطولات اللي حققناها في الثلاث مواسم الاخيره، لكن يبقى الموسم القادم هو اصعب موسم هيخوضه النادي الاهلي في تاريخه. مفيش موسم مر عليه او هيمر علينا بصعوبه الموسم القادم ده، ومن بعده كمان موسم هيستمر اصعب، لانه هيبقى عندك نسخه كاس العالم مش اللي جايه، مش اللي في السعوديه، نسخه كاس العالم بنظامها الجديد اللي هيشارك فيها كبار العالم كله، 32 فريق من الخمس او من الست قارات، وبالتالي شكل المنافسه وشكل البطوله هيختلف تماما، وبالتالي ما اعتقدش انه الاهلي هيقبل ابدا باي شكل من الاشكال يكون رايح ضيف شرف. عشان كده الميركاتو اللي جاي ده في منتهى الاهميه. مش عايز اقول احلال وتجديد، لانه صعب قوي يبقى عندي فريق بطل افريقيا واخد كل الالقاب اللي شارك فيها الموسم ده واقول احلال وتجديد، لكن تدعيم على اعلى مستوى ده منطق نقدر نقبله ونفهمه كويس جدا. طيب النهارده واحد من اساطير كره القدم على مدار التاريخ كله، ليو ميسي الارجنتيني البارغوث زي ما بيطلقوا عليه، يعني واحد من اساطير الكره، كنت بتحبه او من عشاقه او كنت مش مقتنع ان هو اهم لاعب كره قدم على سطح الكوكب، يبقى طبعا ميسي واحد من اهم من لمسوا الكره على مدار التاريخ كله، الاسطوره الارجنتينيه اللي انتقل طبعا لانتر ميامي في مفاجاه من العيار الثقيل، فريق مش مصنف، فريق مش بطل، بل انه فريق بينافس على المراكز المتاخره في الدوري الامريكي، ورغم كده قدر يحوز على واحد من اهم الاسماء في عالم كره القدم. ليو ميسي النهارده بيحتفل بعيد ميلاده ال 36. نحتفل احنا كمان في السادسه بحاجه صغيره كده ليو ميسي، ونرجع ندخل في التفاصيل ونبدا حلقتنا. البيب نجم الموسم في اوروبا، نجم طبعا يمكن افضل مدير فني على مستوى العالم بعد احتفاله بكسر حاجز الصمت والعوده للفوز والتتويج طبعا بالتشامبيونز ليج مع السيتي والفوز بالدوري الانجليزي بعد سباق عنيف. موسم كان صعب جدا للسيتي، بتصور منافسه على اعلى مستوى سواء في الدوري او في بطوله الشامبيونز ليج، لكنه في النهايه نجح في ان هو يحسم اللقبين لصالحه، وقرر انه احتفالا بالموسم الشاق ده والتتويجات دي انه يحتفل باجازته فتره البريك في مصر في القاهره وفي الاقصر. بيب جوارديولا كان في مصر في زياره، يمكن خد مجموعه من اللقطات الجميله جدا، طبعا دي واحده من الصور اللي خدها بالقرب من اهرامات الجيزه، ودي واحده في اعتقد في معبد الكرنك في الاقصر. عظيمه يا مصر طبعا، شخصيه طبعا من الشخصيات اللي ليها عشاق، يعني نادرا نادرا لما تلاقي مدرب او مدير فني عنده نفس النجوميه او الجماهيريه بتاعت
لاعبي الكرة، اعتقد انه جوارديولا واحد منهم طبعا. اتمنى انه زيارته لمصر تبقى ممتعة، وخد بالك انت بتتكلم على يعني دعاية طبعا على حساباته على السوشيال ميديا، الصور اللي خدها، رحلته والتفاصيل، الحكايات والرواية. نتمنى انه لما يرجع يعني يحكي عن اجازة سعيدة وممتعة في ام الدنيا مصر، لانه ده دعاية تسوى كتير جدا. طيب نروح لماتش بكرة. خليني اقول لكم طبعا يعني زي ما قلت لكم النهارده انت بتلعب لعبت الخميس وهتلعب حد في بطوله الكاس، واعتقد عندنا ماتش الخميس الجاي برده في الدوري، لكن خليني اركز في ماتش بكره. مباراه بكره في الكاس ان شاء الله هتكون الساعه 8:30 بالليل، ويمكن النهارده مستر مارسيل كولر بيقود التمرين الاخير طبعا قبل دخول المعسكر استعدادا لمباراه منتخب السويس بكره ان شاء الله. بيغيب عن حسابات الاهلي بكره السولية ومتولي. السولية يمكن اشتكى من ألم في العضلة الخلفية بعد مباراة الحرس الأخيرة، وبالتالي دكتور أحمد أبو عبلة حط له أو وضع ليه يعني برنامج تأهيلي عشان يكون جاهز للماتشات اللي جاية. ومتولي طبعا بعد إصابته في التمرين، فالاسمين دول بيغيبوا عن مباراة بكرة إن شاء الله. بيرجع للقائمة أو بيدخل في الفريق محمد هاني اللي يمكن يعني مستر كولر قرر ان هو يريحه في مباراه الحرس الاخيره، ويدي فرصه لخالد عبد الفتاح اللي قدم مباراه جيده جدا، واحد من المكاسب. وخالد زي ما انتم عارفين خلص، يعني خالد كان جاي اعاره بنيه الشراء، والاهلي يعني خلاص قرر ان هو يفعل بند الشراء والدنيا تمت بالفعل. ويمكن واحده من الماتشات اللي هيقرر فيها مستر كولر انه يعمل تبديل وتوفيق، فكره انه يدي فرصه يريح لعيبه من ضغط الماتشات. لسه طالعين من يعني بطولة أفريقيا بكل الرحلات السفر اللي فيها، انتقالات من دولة للتانية، لعب في أجواء مختلفة تماما على الأجواء المصرية، حجم المجهود الكبير، الشد العصبي، لغاية لما وصلنا لمرحلة التتويج. اوعى تفتكر ان ده مشوار بالسهل، وبالتالي عشان تستعيد الدوافع واللياقة الذهنية والفنية والبدنية طبعا اكيد الفتره اللي جايه مستر كولر هيشتغل او هيرجع مره تانية للروتيشن اللي كان عودنا عليها بعد ما ثبت التشكيل لحد كبير جدا في ماتشات الادوار الاقصائيه او الادوار النهائيه من دوري الابطال. السوليه ومتولي بره، ومن الوارد ان احنا نشوف اسماء تاخد فرصه للمشاركه. القصه مش بس كمان روتيشن، لكن القصه كمان انك انت او مستر كولر يعني عايز يدي فرصه لكل اللعيبه عشان ياخد قرار مين يستحق انه يستمر مع الفريق، ومين ممكن يطلع ياخد فرصه اعاره يحاول فيها انه يطور من مستواه او يستعيد مستواه اللي فقده نتيجه عدم المشاركه، ومين ممكن يكون بيرحل بشكل نهائي عن تشكيل النادي الاهلي او عن سكواد النادي الاهلي في الموسم اللي جاي. بكره كمان في مباراه مهمه جدا، كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. منتخب مصر بكرة إن شاء الله هيبدأ مشواره بقيادة طبعا روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي. ماتش بكرة إن شاء الله هو بداية المشوار في بطولة أفريقيا. وأفكركم وأقول مرة تانية أن البطولة دي أهميتها مش بس في فكرة المنافسة على اللقب الإفريقي أو تحقيق اللقب، لكن بالتأكيد مهم جدا على أقل تقدير أنك أنت تكون من الأربعة الأوائل، ويا حبذا لو كنت من الثلاثة الأوائل، لأنه الثلاثة الأوائل بيتأهلوا بشكل مباشر لبطولة الأولمبياد الألعاب الأولمبية في باريس. أما صاحب المركز الرابع بيكون في ملحق مع رابع بطولة آسيا، بيعملوا مواجهة بينهم، وواحد منهم بس الفائز بينهم في جولتين بيتأهل أيضا للمشاركة في الأولمبياد. إحنا طبعا معنا النايجر بكرة، ومعنا كمان في مجموعتنا النايجر والجابون ومالي. بكره بدايه المشوار وهتكون مع النايجر ان شاء الله. ويمكن مستر ميكالي اشتغل يعني من ناحيه الاعداد النفسي منتخب الحقيقه انا بشوف انه كان يستحق من الاهتمام اكتر من كده شويه، وكان يستحق من الدعم والمسانده والتحضير اكتر من كده شويه، لان فكره انك انت تروح تلعب او تتاهل الاولمبياد مش بس فكره تاهل، كمان احنا السنه اللي فاتت او الاولمبياد اللي فاتت في طوكيو زعلنا جدا من منتخب شوقي غريب لانه كان بطل القاره وخرج من دور الثمانيه لو ما الذاكره ما خانتنيش يعني قدام البرازيل، تمام؟ فبالتالي توقعات المصريين او طموحات المصريين مش بس انك انت تتاهل اولمبياد، لا احنا عايزين كمان ميداليه اولمبيه. هل المنتخب خد الدعم اللي يكفيه او هل خد فتره التحضير والاستعداد بالشكل المناسب
تحقيق بطولة أفريقيا على أقل تقدير زي المنتخب اللي قبل كده الأولمبي اللي سبقه وخد البطولة وسافر للمشاركة في طوكيو، هيبان يعني هيبان. وهل المنتخب ده يقدر يروح في أولمبياد زي أولمبياد باريس 2024 بنتكلم السنة الجاية على طول، ويقدر ينافس كبار العالم سواء بقى من احنا في أفريقيا الكبار يعني في منتخبات أفريقيا تعودنا دايما انه منتخبات السنغال، منتخبات نيجيريا، منتخبات غانا، منتخبات كاميرون، حتى كوت ديفوار قادرة تنافس. فهل من الممكن ان المنتخب ده يبقى قادر ينافس؟ ده اللي هيبان من خلال مشوار، وده اللي أكد عليه مستر ميكالي مع الولاد انه لازم تبينوا من مباراة بكرة ان انتوا منتخب جاي ينافس على البطولة ويحرز اللقب. نتمنى التوفيق لمنتخبنا بكرة ان شاء الله. هيلعب في طنجة اللي استضافت ملعب كويس جدا جدا جدا، الملعب اللي استضاف ماتشات الاهلي في بدايه مشواره في كاس العالم. فاعتقد طبعا المغرب بشكل عام عملت طفره في البنيه التحتيه وهي اللي بتستضيف البطوله اللي هتبدا ان شاء الله النهارده بمباراه الافتتاح اللي هتكون بين المغرب وبين غينيا. عندي خبر الحقيقه عن صلاح، وكان في كلام كتير جدا على محمد صلاح في الفترة الأخيرة وقصة إنه هل يستمر صلاح مع ليفربول؟ هل السؤال اللي بيتعمل كل موسم في فترة الانتقالات ده، ويعني أنا إذا كان ليا إن أنا أقول إنه طبعًا أعتقد إنه في سن صلاح دلوقتي طبعًا بعد الأرقام القياسية والنجاحات الكبيرة والألقاب والبطولات في ليفربول على المستوى الفردي كهداف كأفضل لاعب أو على المستوى الجماعي كبطل لأوروبا أو بطل للدوري الإنجليزي، اعتقد صعب جدا في المرحله دي من عمر محمد صلاح انه يرحل للبحث عن كتابه مجد جديد. وخد بالك انه متهيأليش انه نجم في حجم محمد صلاح بعد المشوار ده كله هتكون الماده بالنسبه له يعني مجرد دافع، او انها اي عرض مغري ممكن يخلي محمد صلاح يسيب المشوار ده ويروح لنادي تاني، الا اللهم لو كان نادي اكبر من ليفربول، اللهم لو كان نادي ممكن يحقق معاه او يساعد صلاح على انه يحقق لقب او بطوله جديده. لكن حسب ما قالت طبعا قناه اي سبور التركيه ان في مفاجاه بيتم التجهيز ليها، مفاجاه طبعا من العيار الثقيل، ويمكن تكون اتقل مفاجاه في الدوري التركي، انه محمد صلاح النجم المصري ونجم ليفربول بيحظى باهتمام كبير جدا من جانب مسؤولي نادي جلاتا سراي التركي، نادي كبير ما فيش شك، لكن ما تقدرش تقارنه بالبريمير ليج وما تقدرش تقارنه بليفربول. لكن الحقيقه طبعا يعني وده جزء من أو سر من أسرار نجاح صلاح حقيقة بره. من وجهة نظري إمكانياته محترمة، ما حدش يقدر يشكك فيها، موهبته موهبة كويسة، عنده يعني مهارات كبيرة جدا اتطورت على فكرة مع الوقت. بداية مشوار صلاح سواء في تشيلسي أو في بازل السويسري أو حتى فيورنتينا ومن بعدهم روما ما تقدرش تقارنها بصلاح ليفربول، عشان نبقى بس إيه بندي كل حاجة حقها. لكن الجزء الأساسي في نجاح محمد صلاح ووصوله للمكانة اللي خلته ينافس كبار نجوم العالم ويبقى واحد من أهم الأسماء على مستوى العالم في عالم كرة القدم هو عقليته. ومع عقلية بحجم عقلية محمد صلاح صعب أن أنا أتقبل فكرة رحيله للدوري التركي. لكن في النهاية أنا عندي سامع طبعا كلام كتير وعروض سخية جدا جدا من الأندية السعودية ومنها نادي الهلال، سامع عن اهتمام بي اس جي او باريس سان جيرمان، والنهارده الاعلام التركي بيتكلم على اهتمام كبير الانديه التركيه بمحمد صلاح. لكن هل ينتقل صلاح؟ اشك، واعتقد انه الافضل له الاستمرار في الدوري الانجليزي ومع ليفربول ما لم ياتي عرض من نادي اكبر يستطيع معاه ان هو يحقق مزيد من الالقاب ومزيد من النجاحات. فاصل ونرجع لحضراتكم. دول اللي كتبوا التاريخ، ارقام يعني عجزيه، وبالذات لما بتكلم على الدون كريستيانو رونالدو او الليو ميسي في بطوله الشامبيونز ليج، ارقام صعبه جدا كسرها. يظلوا الحقيقه الاثنين من اباطره اللعبه، واعتقد انه الوحيد اللي ممكن يقرب او يحقق ارقام قريبه من كده هو ايرلينج هالاند. الحقيقه ماكينه الاهداف النرويجيه اذا ما استمر في السيتي او انتقل حتى لواحد من كبار اوروبا. لكن خلينا نروح للدوري الانجليزي تحديدا لانه موسم ناجح جدا على مستوى الانديه، سواء فوز السيتي وتتويجه بالشامبيونز ليج او فوز ويست هام بالكونفرنس ليج. خلينا نستقبل الان ارفن نجم ايفرتون وكريستال بالاس ومدرب ويست بروميتش السابق، وحاليا هو المدير او المستشار الفني لنادي ويست هام، هو ضيفنا في السادسه. خلينا نرحب بيه. مساء الخير واهلا وسهلا بيك، شكرا على مشاركتك واهلا وسهلا بيك في السادسه.
You're very welcome. شكرا، شكرا جزيلا. يعني بداية خليني رغم ان في يمكن تناقض كبير، لكن خليني ابارك على تتويج ويست هام ببطولة الكونفرنس ليج، رغم انه الموسم يعني كان بيشهد معاناة كبيرة جدا في الدوري الانجليزي. رأيك في هذا الانجاز، وايه تفسيرك لفكرة المعاناة اللي حصلت في مشوار الفريق في الدوري ورغم كده قدرته على التتويج ببطولة الكونفرنس ليج؟ حسنا، على الدوري الإنجليزي هو دوري صعب جدا، أن تواصل نجاحات في الدوري الإنجليزي هو الأمر صعب جدا. حاولنا أن نتكاتف وحاولنا أن نعمل كفريق، والفريق لديه لاعبون كثيرون لم يلعبوا للدوري الإنجليزي من قبل، ورغم ذلك وعدد كبير من هؤلاء اللاعبين عانوا من الإصابات في الفترة الماضية. فبالتالي أعتقد أننا واجهنا الكثير من الصعوبات في على مستوى البداية في الدوري الإنجليزي. كان الأمر صعبا، وكان صعبا أن نواصل بعد ذلك وأن نتعافى من هذه البداية، وبعد ذلك بدأنا أن نفوز بالمباريات، والأمر قد أثر علينا سلبيا أن نخوض هذا العدد من المباريات في هذه الأسابيع والعدد القليل من الأيام بين المباريات، خصوصا أننا شاركنا في بطولات أوروبية. فبالتالي كان صعبا أن يتعافى اللاعبون من الإصابات، وهذا العدد من ضغط المباريات كان صعبا علينا، ولكن هذا كان موسما ناجحا واستهام. قد أمننا مركزا جيدا، وأمننا فوزا ببطولة أوروبية، وكان هذا الفوز بهذه المنافسة كان أمرا رائعا لويست هام. الفوز ده والتتويج ببطولة أو بلقب أوروبي بالتأكيد بيرفع من سقف أحلامكم وطموحاتكم للموسم اللي جاي. إيه اللي بتحلموا تحققوه، وهل في يعني خطة لتحقيق مركز معين أو تحقيق لقب معين الموسم القادم حتى على المستوى المحلي بصرف النظر عن المنافسة الأوروبية؟ بالطبع، كان قد أنهينا موسما رائعا على مستوى البريمير ليج، ونحن نعمل باستمرار. فأعتقد أن هذا الموسم قد قمنا باستقدام العديد من اللاعبين، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين لديهم القدرة على التكيف مع الدوري الإنجليزي، وأعتقد أن المراكز لدينا الآن ليس لدينا أي احتياجات خاصة بمراكز الفريق. أعتقد أننا سنكرر الإنجاز مرة أخرى، أعتقد أننا سيكون لدينا استمرار جيد في البطولات الأوروبية، وأعتقد أننا سننهي بمركز متقدم في البريمير ليج هذا الموسم. وأعتقد أن الحفاظ على هذا الموسم وأعتقد أن الحفاظ على هذا النجاح سيكون صعبا كما فعل برايتون ونيوكاسل من قبل. طيب أنت الحقيقة يعني صاحب مشوار طويل في الكرة الإنجليزية يعني، ومع أندية متعددة، ويمكن هسألك سؤال ليه علاقة بخبرتك الحقيقة في مجال كرة القدم مش بس في الموسم ده. هو صحيح واحد من انجح مواسم الكره الانجليزيه على المستوى الاوروبي، بنتكلم على تتويج المان سيتي بالتشامبيونز ليج وتتويج ويست هام بالكونفرنس ليج، وبالتالي اكيد طبعا ده ياكد على نجاح الكره الانجليزيه، ومن قبلهم حتى قبل كده في المواسم الاخيره قدر تشيلسي انه يحقق اللقب على حساب السيتي برضو في بطوله تشامبيونز ليج، قدر ليفربول انه يحقق البطوله في موسم من المواسم على حساب توتنهام. يعني دايما الانديه الانجليزيه حاضره وبقوه للمنافسه على القاب الانديه الاوروبيه، لكن ليه ده ما بينعكسش على مستوى المنتخب الانجليزي، وليه ما بنشوفش المنتخب الانجليزي قادر على تحقيق الالقاب في المسابقات اللي هو او المنافسات اللي هو بيشارك فيها؟ في البداية أنا اسكتلندي، أنا لست إنجليزيا، فأعتقد أن التعليق على أداء المنتخب الإنجليزي سيكون صعبا، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن لدي توقع كبير للمنتخب الإنجليزي. لديه فريق كبير، لديه لاعبين على مستوى عالي. أعرف أن جاريث ساوثجيت هو مدير فني كبير يستطيع أن يفعل الكثير مع المنتخب. أعتقد شخصيا أن
أن أي منافسة تشارك فيها إنجلترا يكون لديها حظوظ كبرى في المنافسة، وأتوقع أن إنجلترا أعتقد أن إنجلترا ستفوز قريبا بكأس عالم وأمم أوروبا، فأعتقد هذا. طيب خليني أسألك على الناحية الثانية فيما يتعلق بالدوري أو مسابقة الدوري الإنجليزي نفسها، ويمكن ما حدش ينكر انها يمكن يعني الاغلبيه يتفقوا انها اقوى وافضل بطوله دوري على مستوى الكره الارضيه، ولكن يمكن كان واحده من اهم عوامل تميز المسابقه دي هي قوه المنافسه، عدم القدره على توقع مين هيكون البطل. حتى شفنا في سنه من السنوات ليستر سيتي بيطلع من الشامبيونشيب عشان يفوز ويحقق لقب بريمير ليج في واحده من المفاجات الكبيره جدا. لكن في السنوات الاخيره يبدو وكان السيتي يعني فرض قبضه حديديه على لقب بريمير ليج، وده يمكن من وجهه نظر كتير من الناس اضعف المسابقه من ناحيه قوه المنافسه. هل تعتقد انه السيتي هيظل مسيطر، ولا من الوارد جدا انه في السنوات القادمه نشهد تغيير، ولا شايف انه الدوري الانجليزي بيسير نحو نفس مصير البوندسليغا او الدوري الالماني، سيطره من بطل واحد لفترات طويله جدا زي بايرن ميونخ؟ من الواضح لأن مانشستر سيتي هو فريق رائع. نعم، يستطيع الحفاظ على نجاحاته في موسم بعد الآخر. وأعتقد أن كان يوجد منافسة من ليفربول وأرسنال، وأعتقد أن استمرار فوز مانشستر سيتي كان الفريق جديرا بذلك. ولكن أن نرى مانشستر سيتي يفوز بدوري الإنجليزي لرابع مرة على التوالي على سبيل المثال بسهولة، أعتقد أن هذا أمرا صعبا. فلذلك أعتقد أن قوة البطولة لن تتأثر، بالعكس ستزداد قوة، بخصوصا مع دخول برايتون ونيوكاسل في الموسم القادم للمنافسة وبقوة. طيب خليني أسألك كمان على اللاعبين المصريين، يعني وانا الحقيقه يمكن يعني هستدل في كلامي او هستشهد في كلامي بنجاح تجربه صلاح مع ليفربول، ومحمد النني لغايه فتره مش بعيده قوي مع الارسنال، ومن قبلهم في اسماء لعيبه كتير مصريه لعبت في الدوري الانجليزي وقدمت مردود جيد، يعني احمد محمدي كان ليه تجربه اكتر من رائعه مع عدد كبير جدا من الانديه. هل هو شرط، هل انتوا بتفكروا في الانديه الانجليزيه انه اللاعب المصري لابد ان هو يعدي بكذا مرحله، او انه ينتقل الاول لاوروبا ويلعب في انديه صغيره وبعد كده ينتقل منها للدوري الانجليزي، ولا من الممكن ان احنا نشوف لاعب بينتمي لنادي مصري يتم شراؤه مباشره للعب في احد انديه الدوري الانجليزي؟ ازاي بتفكروا في السوق المصري، او ازاي بتفكروا في اللاعب المصري؟ في البدايه أنا أود أن أقول أن يوجد العديد من اللاعبين المصريين الناجحين في الدوري الإنجليزي، وبالطبع محمد صلاح هو أبرزهم، هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي. فبالتالي أنا متأكد أن كل نادي في الدوري الإنجليزي واعٍ جدا للمواهب المصرية ويراقب المواهب المصرية عن قرب. فلا شك أن الأندية المصرية تخرج العديد من المواهب وقادرة على إخراج العديد من المواهب الخاصة بالبريمير ليج. إزاي بتبصوا لقارة أفريقيا؟ يعني يمكن في كتير من الأندية اللي افتتحت أكاديميات هنا وقررت أنها تستثمر في فكرة يعني تحضير أو تجهيز الناشئين الأفارقة في أكتر من دولة. هل ده يدخل في يعني من ضمن اهتماماتكم؟ وإزاي بتبصوا للعب الأفريقي بشكل عام واللعب المصري بشكل خاص؟ حسنا، اللاعب الافريقي هو يستطيع ان يؤدي بشكل رائع في الدوري الانجليزي. قواعد وقوانين بلدنا تحتم علينا بشكل خاص اننا لا نستطيع ان نقوم بمثل هذه الاعمال الخاصه بالاكاديميات في افريقيا. اعتقد الطريقه الوحيد للبريمير ليج لاستحضار اللاعبين هو ان ينجح اللاعب في اقناع الفريق، وان ينجح اللاعب على المستوى الدولي لاستقدامه، وان
وأن يستخرج مواطنة أوروبية للتمكن من اللعب في الدوري الإنجليزي. لدينا قوانين تحكمنا. أعتقد أن الأمر سيكون أسهل إذا أتى من دولة أخرى. أعتقد أننا سنستكشف ذلك في المستقبل. تجربة الدوري السعودي السنة دي أو من السنة اللي فاتت بدأت الحقيقة بصفقة كان البعض بيظن أنها مجرد صفقة عابرة. صحيح نجم بحجم كريستيانو رونالدو وانتقاله للنصر كان مفاجأة كبيرة جدا، لكن الحقيقة بدأت المفاجآت تتوالى، والموسم ده تحديدا اتحركت الأندية السعودية لشراء نجوم كتار، منهم نجوم بارزة جدا وأسماء كبيرة في الدوري الإنجليزي زي طبعا نجولو كانتي، زي إدوارد ميندي وكريم بنزيما من أسبانيا، يعني في أسماء كتيرة وما زالت القائمة يعني تطول. هل ده مقلق بالنسبة لكم؟ وهل سقف التعاقدات دي ممكن يربك حسابات الأندية الإنجليزية؟ بنسمع عن أرقام وعقود بأرقام يمكن ما شفتهاش أو يعني ما شاهدهاش معظم الأندية الإنجليزية في السنوات الأخيرة. هل ده ملفت للنظر أو مقلق بالنسبة للأندية في إنجلترا واستهام على وجه التحديد؟ حسنا، ليس رائعا أن نرى اللاعبين الكبار في الدوري الإنجليزي ينتقلون لأي دوري في العالم، ولا أخص الدوري السعودي. هذا الأمر ليس جيدا. فبالتالي سأكون مهتما أن أرى التطور الذي سيحظى به هذا الدوري، ونرى إذا كان دوريا استثنائيا على مستوى القوة في الموسم القادم، خصوصا أنه أحضر لاعبين استثنائيين على مستوى عال من أوروبا. الوقت والزمن هو من سيخبرنا بما سيحدث على مستوى الكرة السعودية وتطورها. فأستطيع أن أقول أن هذا سيكون أمرا شيقا لنراه، ولكن من وجهة نظري الخاصة لا أحبذ أن أرى اللاعبين الكبار من الدوري الإنجليزي خارج الدوري الإنجليزي، لأنني أود أن أرى الدوري الإنجليزي دوما على نفس مستوى القوة. طيب خليني أكلمك على ميركاتو وأهم الصفقات والانتقالات. انتقال جوندوجان من السيتي إلى برشلونة، انتقال كوفازيتش من تشيلسي للسيتي، وانتقال جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند لريال مدريد. أي هذه الصفقات تعتبرها صفقة الأهم والأكثر نجاحا أو تأثيرا؟ في البداية هذا سؤال جيد. من الواضح أن جوندوغان ذهب من مانشستر سيتي لبرشلونة، وأن هذا سيضعف مانشستر سيتي، ولذلك استخدامه كوفازيتش، ولا أرى أنه البديل الأميز، ولكن جوندوغان أدى موسما رائعا مع مانشستر سيتي على المستوى الفني في آخر المواسم. نعم بالطبع سيكون انتقال جوندوغان لبرشلونة خسارة كبيرة، ولكن اعتدنا على المفاجآت، فمانشستر سيتي سيستمر في أدائه، وما حدث في المواسم الماضية من استخدامات وتبديلات لم يؤثر. هذا قد أدى موسما استثنائيا في آخر موسم. أعرف أن جوندوغان لاعبا استثنائيا، وأعتقد أن مانشستر سيتي اعتمد عليه كثيرا، ولكن أستطيع أن أقول أن بيب سيستطيع أن يعوض ذلك. وبيلينغهام نعم هو نشأة مختلفة خارج إنجلترا خصوصا في ألمانيا. هو لاعب بشكل واضح أنه لاعب رائع، الجميع يعرف أنه لديه مستقبل باهر في كرة القدم كلاعب وعلى المستوى الشخصي كذلك. اسمح لي أسألك بس، سانشو تألق في صفوف بروسيا دورتموند وانتقل إلى مان يونايتد ولم يقدم الكثير، عثمان ديمبلي تألق في بروسيا دورتموند وانتقل إلى برشلونة ولم يقدم الكثير، هل تتوقع أن تجربة انتقال جود بيلينغهام تكون مختلفة، وخصوصا أنه انتقل طبعا للنادي الأكبر في أوروبا نادي ريال مدريد؟ أتوقع
نعم، أتوقع أن بيلينغهام سيؤدي موسما ناجحا. هو لاعب كبير، لاعب رائع، وعلى المستوى الشخصي هو شخص مميز. أستطيع أن أقول سيستمر في التطور والتحسن مع ريال مدريد. هو الآن في أفضل نادي في العالم، فهي نقلة كبيرة له، وأستطيع أن أقول أنه سينجح مع ريال مدريد. أعلن أرفن طبعا نجم إيفرتون وكريستال بالاس السابق والمستشار الفني لويست هام، مرة تانية ببارك لك على التتويج ببطولة الكونفرنس ليج، وكل التوفيق ليكم في موسم جديد في البطولات الأوروبية أو الإنجليزية. فاصل ونستقبل ضيفنا ونجمنا النهاردة في السادسة النجم أشرف ممدوح بعد الفاصل. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا احنا خلاص الأسبوع ده أيام يعني مباركة، كل سنة وأنتم طيبين. الشعب المصري دايما طيب وبخير وبصحة وبسلامة، طبعا كل الأمة العربية والإسلامية. فرصة ناخد بريك، بس الأهلي مش هياخد بريك، الأهلي عنده مباراتين مهمين، مباراة بكرة إن شاء الله مع منتخب السويس، وعندنا تاني يوم العيد إن شاء الله برضو هنستأنف لعيبة. والله بتشقى يعني، ناس كتيرة جدا بتحس إن الموضوع شهرة وفلوس والدنيا سهلة، لكن في الأهلي لا، في معاناة مستمرة 24/7. خليني أستقبل ضيفي ونجمنا النهاردة في سادسة كابتن أشرف ممدوح، فرصة نعيد عليه ونقول له كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا أشرف. كل سنة وأنت طيب يا أحمد، ويعني عيد سعيد عليك وعلى الأسرة إن شاء الله، وعلى كل مصر والوطن العربي والأمة الإسلامية طبعا. إن شاء الله عيد سعيد على الجميع يعني. يا رب. قبل ما أدخل بس في موضوعاتي، عندي موضوعين طبعا. كأس مصر اللي مشوارها هيبدأ فيه بكرة، ومنتخب مصر اللي برضه هيبدا مشوار بكره في امم افريقيا اللي تاهل لاولمبياد باريس ان شاء الله. بس كان معايا الان ارفن، ده المستشار الفني لنادي ويست هام، وكان المدرب المساعد لديفيد مويس في ويست هام. وانا بتكلم معاه ما اعرفش، وانا بسال السؤال يعني، حسيت ان في تشابه كبير جدا بين حالهم وبين حالنا، مع الفارق طبعا الشاسع والرهيب، عشان المقارنه لا تجوز، عيب ان انا اقارن، لكن خد بالك انه على مستوى البطوله الدوري الانجليزي ما حدش ينكر انه 90% من الناس ممكن يشوفوه اقوى دوري في قاره اوروبا او صحيح. في العالم كله صحيح، وانه الانديه الانجليزيه قادره تنافس على اي لقب. السنه دي السيتي محقق الشامبيونز ليج، وويست هام محقق الكونفرنس ليج، والسنوات الاخيره كان دايما في فريق انجليزي في النهائي حتى لو لم يفز بالبطوله. ليفربول فاز بيها مره ووصل مره قدام ريال وخسر، تشيلسي فاز بيها مره، ليفربول السنه اللي كسبها من توتنهام، تشيلسي السنه اللي كسبها من السيتي. فانت بتتكلم عن حضور طاغي للانديه الانجليزيه صحيح. لكن لما تيجي تقارن الحاله دي اقوى دوري واقوى فرق بحاله المنتخب، شتان الفارق. الدوري المنتخب الانجليزي مفيش ألقاب صحيح. لا قاريه ولا عالميه. نفس القصه حسيتها شبه عشان كده بسالك. في تشابه، انت عندك دوري يعتبر بكل المشاكل اللي فيه والعيوب اللي فيه يعتبر من اقوى الدوريات يا سيدي، مش هقول اقوى دوري. وعندك صحيح مفيش غير نادي واحد اللي بينافس وبيحقق ألقاب، لكن الاهلي هو سيد افريقيا وهو الفريق اللي بينافس النهارده كبار انديه العالم وبيقدر يقف معاهم راس براس صحيح. ورغم كده المنتخب مش في أحسن الأحوال. ليه ده حاصل من وجهة نظرك؟ يعني النموذجين دول متكرر فيهم نفس العوامل ورغم كده النتائج متشابهة، ليه بيحصل ده من وجهة نظرك؟ طيب هو طبعا الدوري الإنجليزي لأنه يعني معظمه أو نسبة كبيرة منه لاعبين محترفين غالبا وبنسبة كبيرة جدا من خارج إنجلترا. أي. وبالتالي أنت بتتكلم على أقوى دوري في العالم، ودي ده واقع ودي حقيقة. نظرا لأنه يعني كل تقريبا 70-80% من اللاعبين الموجودين بالفعل من خارج انجلترا، يعني في نسبه كبيره جدا جدا من اللاعبين داخل الدوري الانجليزي من جنسيات مختلفه. أي. وبالتالي في شويه اللاعبين الانجليز او الـ بيحترفوا خارج انجلترا في دوريات اقل شويه، نسبه المواهب شويه او الاهتمام بالمنتخبات اعتقد انها مستحيل تقول انها ضعيفه او ما بيهتموش بمنتخب انجلترا، في اهتمام كبير جدا جدا، ولكن المشاركه في دوري قوي زي الدوري الانجليزي بالتاكيد بتنتج لاعبين مميزين جدا صحيح. على المستوى الدولي. ولما بنبص سكواد منتخب انجلترا النهارده لا عندهم لعيبه بقوا يعني الدوري ده في النهايه احتكاك مع المستويات دي لكن قياسا بالدوريات بالمنتخبات الاخرى اللاعبين، يعني مثلا اتكلمت عن منتخب برازيلي هتلاقي اللاعبين منتخب برازيل بيلعبوا في الدوري الانجليزي اكتر، في الدوري الايطالي، في الدوري الفرنسي، لاعبين منتخب فرنسا معظمهم موجودين في الدوري، يعني معظم المنتخبات هتلاقي
او الدوري الانجليزي لانه نظرا هو الاقوى دلوقتي فبيجذب بنسبه كبيره جدا معظم اللاعبين يعني المميزين في العالم. يعني من وجهه نظرك انك انت تطلع لعيبه قوي بالتاكيد تحترف، وانا ما فيش خلاف، بس الفكره انه التجربه الافضل يعني انك انت تطلع لعيبتك تحترف بره في دوريات قويه طبعا افضل بالنسبه لك انك انت شخصيا تملك دوري قوي. لو بتكلم عليها في مصر انا طبعا لو امتلك دوري قوي بالنسبه لي في المنطقه العربيه والافريقيه هنا بيفرق معايا جدا في كل الانجازات. السعوديه مثلا ما عندهاش دوري، ما عندهاش لعيبه محترفه، لكن عندها دوري قوي جدا طلع منتخب الى حد ما صحيح. يعني دوري قوي يعني النموذجين انا شايفهم ناجحين، عندك دوري قوي وبينتج او بتشارك مجموعه كبيره جدا من لعيبتك المحليين في الدوري القوي ده، فبينتج عنه منتخب قوي يقدر ينافس على كل البطولات. لاعبين، ولكن احنا في مصر هنا وانا اعتقد ده بشكل كبير جدا انك لو عملت التجربه الثانيه انك يبقى عندك لاعبين محترفين اكتر بره الدوري، لان مستحيل هيبقى عندك في وقت من الاوقات دوري قوي يقدر يفرز لاعبين يقدروا ينافسوا على البطولات القاريه بشكل كبير. يعني انت النهارده مثلا لو اتكلمنا عن فتره 2006 2008 2010 هل كان في مجموعه كبيره من اللاعبين المحترفين بره؟ لا لا مظبوط، ولكن كان عندك احنا القصه من ايام كابتن جوهري. صحيح عندك حق، عندك يعني حق. ارجع ورا شويه هتلاقي كابتن جوهري كان من ايام كابتن جوهري ولكن كان في تركيز بشكل كبير في حاجه و30 سنه طبعا كان في تركيز بشكل كبير على المنتخبات. يعني يعني كان بيبقى عندك معسكرات فترات اطول تقدر تجمع لعيبتك، تقدر تعمل احتكاك بفرق اخرى في مع فرق اقوى واكبر، فبيقدر يبقى عندك شكل لطريقه لاداء لمنتخب قوي، وبتعمل اجيال كمان عشان تقدر تحقق البطوله اكتر من مره. وده حصل مع كابتن جوهري، حصل مع كابتن حسن شحاته. بعد كده الموضوع اختلف شويه، يعني انا شايف ان الاعتماد اكتر شويه على الدوري المحلي شويه، عندنا 3 4 لاعبين الفترات اللي فاتت ابتدوا شويه يفرقوا مع منتخبنا، اتكلمنا عن صلاح عن بعض الاسماء اللي موجوده في منتخب مصر. لكن صدقني التجربه الانجح واللي المفترض ان نشتغل عليها الفتره الجايه هي ان يكون عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، ودي بتفرق مع منتخبات افريقيا بشكل محترفين بره طبعا، محترفين بره لان الدوريات بره اقوى بكتير ومش تقدر تعمل وأنا دوري سؤال قوي. سالته برضو الان عارف هو ليه اللاعب المصري ما يعني ما عليهوش العين في التجربه دي يعني ولا يعني ولا مش ما عليهوش ليه ما عليهوش العين ليه واحد بالعكس. واحد واحد بالعكس يعني ما فيش طلب. خلينا نبقى على الارض الواقع. هو رد عليك على فكره يعني انا شفت المداخله كويس وتابعتها، هو قال لك بالعكس اللاعب المصري النهارده اصبح عليه العين بشكل كبير. ترجم بقى مظبوط، ترجم لي ده. طيب فين فين بالظبط كده؟ فين عليه العين؟ طب وبعدين سبت انا ايه؟ مش فين المواهب؟ انت عندك مواهب ولكن انت بتفضل تضغط 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 ويعدي 3 4 مواسم الراجل ده بيحبط، مستواه بيقل. يعني في نماذج عندنا في مصر هنا من اللاعبين المميزين اللي كان ممكن بشكل كبير ينجحوا بره. كم لعيب كان ممكن يبقى يعني وصل لمستوى نجاح محمد صلاح؟ مش بتكلم في الجيل ده بس، بتكلم يعني في ال 20 سنه اللي فاتت. يعني كم لعيب كان ممكن، معلش انا هكلمك بصراحه يعني صلاح ككوره هو طبعا نجم عالمي مفيش خلاف، يعني مفيش شك، بس طبعًا. انا بشوف انه في اجيال كتير كان عندنا هنا في مصر لعيبه عندهم كوره كموهبه يعني دي نسبيه دي امور نسبيه اعلى من صلاح، لكن ما حققوش ربع اللي حققه صلاح. والسؤال هنا ليه؟ طيب خلينا زي ما انا قلت وانضم لصوتي صوتي لصوتك واقول ان محمد صلاح يعني في حته ثانيه لوحده طبعا، لان الراجل اشتغل على نفسه. ما بقللش من صلاح يعني طبعا بالعكس. انا عشان بس الناس ما تفهمش كده، الراجل مكسر الدنيا طبعا. يعني نموذج مثلا زي كريستيانو رونالدو، هنتكلم صلاح زي كريستيانو رونالدو اشتغل على نفسه واجتهد وبذل مجهود كبير جدا بالظبط كده فوصل للمرحله دي. لكن عندنا مواهب يعني ربنا اداهم الموهبه دي مهارات سكيلز يعني فنيه كتيره جدا، نماذج كتيره جدا. انا شايف في ال 20 سنه اللي فاتوا دول اكتر من 30 40 لاعب كان ممكن يوصلوا للمرحله دي لو اهتموا، كان عندهم المينتاليتي اللي اشتغل عليها او اشتغل بيها صلاح. واسماء كتير يعني لو انا وانت قعدنا نعد، لا هنعد اسماء كتيره جدا 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 في مصر كان ممكن تنجح لو عندها المينتاليتي اللي كان عند صلاح واشتغل على نفسه وركز وخلى حياته الكوره بس بره الملعب وداخل الملعب. يمكن هو عايز بس مش عارف ازاي. والله ممكن وارد لان الموضوع ده ما بقاش بشكل فردي، بقى مؤسسي يعني يعني النهارده صلاح ما بيشتغلش لوحده عنده مجموعه كبيره جدا جدا بتشتغل عليه كده طبعا. يعني هو في بازل المجموعه اللي شغاله معاه دلوقتي ما كانتش موجوده معاه في بازل، وازعم كمان ولا حتى في تشيلسي ولا حتى في
فيورنتينا تشيلسي كان موجود بعض الاسماء لكن يعني ما كانش بالشكل اللي بيشتغل بيه مؤخرا صلاح. لكن طبعا الفكرة عندنا في مصر لازم يتغير. لازم يعني انت بتتكلم مثلا خلينا في مصر مثلا عشان الناس تبقى فاهمه وكيل اللعب. وكيل اللعب ده واحد من الناس اللي بتفرق كتير جدا جدا في مسيره اللاعب، في طريقه تفكيره، في طريقه تعاقداته، في طريقه تصريحاته، في طريقه تعامله مع الناس مثلا. ده بغض النظر عن الشغل التاني بقى اللي هو داخل الملعب فنيا وبدنيا وحاجات كتيره جدا جدا. مفترض ان يبقى عنده اللاعب عنده طريق، حد بيفكر له بشكل كبير يعني. أيوة. وحد بيشتغل عليه كمان داخل الملعب. احنا ما عندناش ده بشكل كبير وما عندناش تقريبا تماما يعني في مصر على انه يطور من نفسه جوه الملعب وبره الملعب خارج الملعب او دي قصه تانية. موضوع مختلف تماما. أيوة. يعني احنا ما عندناش حد بيشتغل على ده خالص. أيوة. تماما يعني ازاي تشتغل مع الاعلام، ازاي تعامل مع كل حاجه، تتعلم كويس ازاي، تبقى في ثقافه او قدره على تقبل الثقافات المختلفه، ازاي تتعلم لغه، يعني الحاجات دي كلها حاجات كتيره جدا جدا. يعني ازاي تقدر تتعامل مع ده بشكل كبير عشان تقدر تنجح، تقدر تواصل النجاح. خلي بالك صلاح كان ممكن في مراحل كتيره يرجع تاني زي ما نماذج كتير عندنا. أيوة. في مصر يعني بعد تشيلسي كان ممكن يرجع وارد جدا. وكان ممكن ما يكملش بالشكل ده، بالعكس صلاح تصاعدي بشكل غير طبيعي. طبعا طبعا. عشان كده بنقول ان صلاح عقليته مختلفه، طريقه تفكيره مختلفه، في ناس بتشتغل معاه مجموعه كبيره جدا قدرت ان توصله للنجاح ده. انا يعني بحس قوي بفكره انه كان مفترض انه الناس تذاكر تجربة محمد. هي تجربة فردية يعني، طبعا في توفيق كبير جدا من عند ربنا، والولد استغل كل الفرص اللي أتيحت ليه وحارب بمعنى كلمة حارب عشان يوصل اللي هو فيه النهاردة ده. بس كان مفترض أنه من الكم الكبير من الخبرات، بالذات اللعيبة اللي عندنا خاضت التجارب دي قبل كده ولعبت بره، أنه حد يقف يقول يا جماعة نقطة نظام، إحنا عايزين نستلهم من تجربة صلاح دي أربع خمس نقاط رئيسية أدت للنجاح ده ونبتدي نحاول نطبقها على اولادنا. طب سؤالي ليك، بقالك قد ايه؟ سألني اشرف على الهواء. معلش معذرني. ماشي. بقالك قد ايه بتنادي اننا نفتح باب الاحتراف في سن صغير؟ ما انا بقول لك من ايام كابتن جوهري. طيب حصل اي حاله، حتى لو حاله واحده؟ مستحيل. طب انا عندي شوروم، عندي شوروم مثلا، هقول لك حاجه، عندي شوروم مثلا اسمها منتخب اولمبي هيلعب بكره في بطوله افريقيا ان شاء الله بكره. انا متاكد وانا مغمض كده ان في وكلاء كتير جدا قاعدين حاطين عينيهم على الثمان منتخبات اللي هيلعبوا البطوله. طبعا. زي بالظبط ما كانوا حاطين عينيهم على منتخب كابتن شوقي غريب اللي لعب اللي خد بطوله افريقيا، اللي وصل يعني ده منتخب كان بطل افريقيا. يعني احسن من كل المنتخبات الافريقيه اللي كانت في نفس المرحله في نفس السن، ولعب اولمبياد طوكيو وقدم عروض لا باس بها. يعني مش هقول ان عروض للاعبين دي كتير جدا وقتها ومحدش يعني. سؤالي بقى لحضرتك، مين من اللعيبه دي اللي كانت بطل افريقيا شفته ومكسر الدنيا بره؟ ولا يعني كام لعيب طلع بره اساسا؟ مفيش حاجه، مفيش حد تقريبا باستثناء يعني امام عاشور يمكن هو في الدنمارك. يعني انا بتكلم على حد يعني يعني انطلق الانطلاقه اللي بنتكلم عنها عن صلاح ومصطفى محمد. طبعا ومصطفى محمد. لكن انت لازم تشتغل، عندنا قاعده كبيره جدا جدا من اللاعبين الموهوبين في مصر. يعني احنا انت بتتكلم مثلا عن البرازيل، دايما عندها مواهب كثيره جدا، وكل شويه بنشوف 50 60 لاعب. بتتكلم على 1000 لاعب محترف بتختار منهم 30 للمنتخب. مصر عندنا كميه مواهب احمد غير طبيعيه في كل الاماكن، لكن اكتشافهم والاهتمام بيهم والتربيه بقى، التربيه الرياضيه اللي بنتكلم عنها، انه يكون تغيير في فكره وتعديل وتطوير في فكره وتعديل في تدريباته وتطويرها، الشغل عليه من البدايه. لاعب المنتخب ده المفترض من سن 13 14 سنه تبتدي تشتغل عليه عشان يكون عندي على 18 سنه مثلا 7 8 لاعبين. خلاص انا كل سنه بطلع 7 8 لاعبين للاحتراف الخارجي، ده ما بيشتغلش عليه من سنين طويله جدا. صحيح. وبالتالي انت عمرك ما هتنجح في التجربه دي الا لو اشتغلت بالشكل ده. وانا بضم صوتي لصوتك من هنا، بنقول يا جماعه ابتدوا من دلوقتي، لازم يبقى في منظومه تشتغل على ده عشان يبقى عندنا تطوير لمنتخباتنا الفتره الجايه ونقدر نحقق النجاحات اللي ما وصلنالهاش قبل كده. لان فعلا احنا بنعاني عشان نوصل امم افريقيا، بنعاني عشان نوصل كاس عالم اللي كل 30 40 سنه بنوصل كاس عالم بحجم وقيمه مصر بالنسبه للمواهب واللاعبين. صحيح. هروح لماتش بكره النيجر بطوله افريقيا. فيتوريا، خلينا نقول ان احنا حسينا الراجل. يعني منتخب مصر مع فيتوريا حسينا ببدايه، خلينا نقول بدايه كويسه، انطلاقه مشوار كويس، حسينا المنتخب فيه روح، حسينا المنتخب ليه شكل،
على مستوى النتائج علامه كامله، فقلنا انه فيتوريا مع منتخب مصر الدنيا ماشيه كويس. ميكالي ايه بقى؟ حاسس بالمنتخب الاولمبي بتاعنا؟ لسه مش حاسس قوي الحقيقه، لانه يعني الاداء ما طمنيش قوي، رغم انه يعني اتمنى ان شاء الله انه يكون في اداء افضل من كده. يعني حتى التعادل مع الكونغو وغانا في المباراتين الاخرانيتين ما كانش، مش بتكلم على النتائج يعني، بتكلم على الاداء. اداء لسه مش مطمنني قوي، لكن ان شاء الله البدايه، حتى احنا بدايتنا ان شاء الله بكره مع نجر، يعني بدايه تصاعديه في البطوله. هنلعب مع نجر ودي اول مره بتشارك في البطوله، وبالتالي اعتقد ان شاء الله النتيجه تكون في صالحنا باذن الله، لكن اتمنى ان يكون في اداء مختلف. اعتقد ان احنا لازم نديله الفرصه لسه، ان شاء الله ان شاء الله الوصول لامم افريقيا وان شاء الله حصول عليها، وان شاء الله كمان الوصول للاولمبياد باذن الله. طبعًا يعني ان شاء الله انا شايفه في المتناول. يعني بص، في اوقات كتير جدا بيبقى الكلام ده شويه ممكن يضايق ناس، بس في اوقات تانية في عقليه بتاخده على انه نوع من التحدي لاثبات الذات، واتمنى ان شبابنا يكون عنده الجزئيه دي. انا بدافع عنكم اكتر من ان انا اكون ضدكم. يعني فكره انه منتخب مصر الاولمبي اللي رايح، واحنا بنتكلم على منتخبات اولمبيه بيلعبوا محترفين اساسيين في فرقهم في اوروبا، في مواجهه منتخب اغلب عناصره للاسف الشديد مش بتلعب بشكل اساسي برضو يا اشرف، عشان ما نظلمش الاولاد او ما نحملهمش فوق طاقتهم. في مجموعه كبيره من المنتخب الاولمبي بتشارك مع انديتها هنا، لكن انا بتكلم على انه انت بدايه البطوله بكره امام النيجر ان شاء الله بدايه ان شاء الله سهله. لانه يعني مفترض انه محدش عارف النيجر، لا يعني منتخب النيجر بعيد، اول مره يشارك على مستوى نتائجه حتى في التصفيات ما كانش قوي بشكل كبير. وبالتالي خد بالك في البدايه الصغير ده بحس انه الفروق بتدوب، يعني لما اجي نتكلم على الكبار اقدر اقول لك نيجيريا. ممكن تقول لي يعني ايه سن صغير؟ انت بتتكلم في يعني تحت 23 سنه، يعني لاعب يعني خلاص المفترض، يعني صلاح ابتدى قد ايه؟ في اسماء كتير بتبتدي، تقول لي مبابي وهالاند يعني نجوم العالم دلوقتي بتتكلم في 21 22 سنه. فلا يعني بلاش فكره ان السن الصغير، لان خلاص المفترض انه اكتمل. يعني احنا سلو بلدنا، احنا ثقافتنا انه اللاعب لغايه 22 23 سنه لسه ناشئ. الناشئين لسه. اذا كان المدرب عندنا بيبتدي، بنقول انه هيبتدي ياخد فرصه من 50 سنه، فيعني فاللاعب طبيعي انه يبقى لسه 21 سنه. طيب انا شايف ان البدايه ان شاء الله سهله، يعني ان شاء الله في امم افريقيا، وشايف انه بدايتنا ان شاء الله مع نجر بكره تبقى كويسه، وان شاء الله نحقق النتائج كويسه، لكن الفرصه كبيره. يعني انت بتاخد ثلاث فرق بيوصلوا الاولمبياد من ثمان فرق، واعتقد مجموعتنا ان شاء الله مش صعبه، الجابون ومالي. انا معاك ان السن ده احيانا الطفرات فيه اثناء المباراه بتكون مختلفه، يعني ما بتقدرش تقايم قوي، لكن ان شاء الله يعني منتخبنا يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله نوصل للاولمبياد باذن الله، ونحصل على البطوله، او على الاقل ان شاء الله نكون من الثلاثه اللي يوصلوا لاولمبياد باريس. ان شاء الله التاهل للاولمبياد هدف في حد ذاته طبعا. ولا لا انا شايفه هدف، ولا في كمان هدف مهم للجيل ده، لانه لما بتوصل لمرحله الاولمبياد بالتاكيد مرحله اكبر وافضل من افريقيا، لكن لازم تشتغل على الهدف الاول، وهو انك تحصل على البطوله عشان تقدر توصل للتارجت التاني ده او الهدف التاني ده، وان شاء الله منتخبنا باذن الله يبقى قادر. ان شاء الله. قبل ماتش السويس بكره ان شاء الله اخد كده تقييم سريع لماتش الحرس، شفته ازاي اول مباراه بعد التتويج بافريقيا؟ شايف ان التركيز كبير، ودي نقطه يعني كنا بنفتقدها في بعض الاوقات. خلي بالك دايما على فكره بعد افريقيا ترجع تخش دايما في مطب جنين. دايما بيحصل دايما يعني ترتيب الماتش في حد ذاته بيخليك كده ايه، ربنا يستر. وده بيرجعني دايما لانه طريقه التفكير اختلفت، لان في شغل بطريقه مختلفه. يعني مستر كولر حقيقي والجهاز الفني والجهاز الاداري واضح جدا جدا، وده يعني شيء ملموس، وانا يعني عايشه شويه معاهم حقيقة، مركزين بشكل كبير. الناس بتشتغل مع لاعبتنا بتركيز كامل في كل حاجه، يعني مفيش هفوه بتعدي بدون تركيز. النهارده انت خرجت من البطوله الافريقيه، الحمد لله حصلنا عليها ومليون مبروك طبعا. بترجع للبطوله دوري وكاس، يعني بطوله محليه بعيده جدا عن الاجواء الافريقيه او عن الاحتفالات الكبيره جدا اللي حصلت وفرحه شعب مصر، يعني مش هقول على جمهور النادي الاهلي بس بالبطوله، لكن اكيد تركيزك بيقل، اكيد على الاقل بيبقى عندك شويه من او بتفقد شويه من تركيزك بالاحتفالات والفرحه لكن الحقيقه التركيز
التركيز الكبير ده جدا الحمد لله خلى مباراه الحرس سهله. التركيز الكبير جدا على انك تاخد البطولات، وزي ما قلت يا احمد انا وانت هنا ان النادي الاهلي بيلعب على السبع بطولات الموسم، السبع القاب ان شاء الله. طبعا مباراه مش عايز اقول كانت سهله او، لكن الحرس يعني بيبقى انه هبط يعني القسم الثاني، ولكن بالتاكيد كل لاعب في مصر النهارده هيلعب قدام النادي الاهلي هتلاقيه بيلعب باقصى مجهود عنده باقصى تركيز عنده، عشان كده المباراه هتلاقي فيها صعوبه الفتره اللي جايه. لكن طبعا مباراه جيده والنادي الاهلي قدر يحسم نجم المباراه من وجهه نظرك. انا شايفه دايما هقول لك الفتره اللي جايه مستر كولر. مستر كولر انا شايف مستر كولر يعني تركيز غير طبيعي وعارف بيعمل ايه. يعني انا بقيت وانا قاعد بتفرج على المباريات حاسس ان الراجل ده بيفكر في كل حاجه، مش بس في المباراه النهارده، بيفكر قبل واثناء وما بعد المباراه الفتره اللي جايه كلها هيعمل ايه، وبالتالي هو مركز عمليه الروتيشن اللي بيعملها، التوافيق والتباديل اللي بيعملها داخل وخارج الملعب. يعني في قمه تركيز غير طبيعيه مستر كولر، وان شاء الله يعني تبقى هذه الحاله مع الجهاز الفني باذن الله. يعني على الرغم انه في فارق كبيره جدا كبيره جدا بين الفرقتين، الا انه كاس عودنا دايما. انا ممكن استحضر لك النهارده مفاجات كتير من العيار الثقيل. يعني بطوله الكاس دايما الحقيقه في مصر عودتنا على مفاجات من العيار الثقيل، وبالتالي ازاي بتشوف ماتش بكره، وايه المفاجات اللي انت شخصيا ممكن تكون مريت بيها او ما تنساهاش في بطوله الكاس؟ شوف طبعا مباراه الكاس فعلا زي ما بتقول ان هي يعني غالبا بيبقى فيها مفاجات كبيره يعني، لكن الحافز اللي بيبقى موجود، الحافز والدوافع اللي بيبقى موجود عند الفرق اللي ممكن تبقى بيتقال عليها صغيره في مواجهه الفرق الكبيره كبيرة. بيبقى كبير جدا، خصوصا ان الفرصه قائمه. انا اقدر في 90 دقيقه، قصه مش قصه بونت ولا 3 بونت، القصه قصه مكسب وخساره، فاقدر في 90 دقيقه ممكن اعمل مفاجاه لمصر كلها تفضل تتكلم عنها وتنقلني نقله كبيره جدا. الدوافع دي بتبقى طبعا مؤثره جدا طبعا، وكمان ضيف عليها الحالات الفرديه. يعني في نهايه كل موسم ولما يبقى فريق مش من الفرق المعروفه قوي او مش في الدوري الممتاز يعني او الدرجه الاولى، وبالتالي في نهايه كل موسم كل لاعب بيحاول انه يتواجد بشكل كبير امام فريق عظيم زي النادي الاهلي، حاول يظهر نفسه وامكانياته سواء للبقاء في فرقته او للانتقال لمرحله افضل، وبالتالي كل لاعب بيحاول يطلع كل اللي عنده كل امكانياته، فبتبقى في حاله من يعني كل لاعب بيحاول باقصى مجهود عنده يطلع كل شيء داخل المباراه دي، وبالتالي بيبقى فيها صعوبه شويه، ما بيبقاش فيها لعب جماعي، فيها لعب عشوائي. الفردي ده بيديلك عشوائيه في الاداء، وبالتالي بيبقى فيها صعوبه دايما في مواجهه الفرق دي. عشان كده النادي الاهلي هو ده اللي هيواجهه ان شاء الله في مباراه بكره اعتقد بشكل كبير، ان في عشوائيه في الاداء شويه، وده بيدي خطوره على الفرق الكبيره المنظمه زي النادي الاهلي. الفرق الجماعيه اللي بتبقى عارف امكانياتها وعارف بتلعب ازاي، مستر كولر مش عارف يذاكره طبعا، ما ده اللي انا بقول لك عليه. الفرق دي بتلعب بطريقه عشوائيه شويه وشكل فردي كبير، فبتلاقي حاجات غريبه بتحصل في المباراه، ودي في دي صعوبه المباراه بكره. لكن اعتقد التنظيم والشكل الاداء للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيدي لك انطباع ان شاء الله الارتاحيه باذن الله، النادي الاهلي يقدر يعني يتخطى الدور ده باذن الله تعالى. في اسماء تتمنى تشوفها بتشارك في مباراه بكره او بتاخد فرصه كاساسي كلعيبه اساسيه؟ انا اتمنى طبعا. يعني انا شايف ان الفتره دي مستر كولر عنده حيره كبيره جدا، انك عايز تحافظ على انك تحصد القاب خلال الموسم، وانك عايز تريح لعيبتك، وعايز تشوف كمان الجزء الثاني المجموعه اللاعبين اللي انت عايز لسه تديهم فرص عشان تشوف بقائهم من رحيلهم، تشوف مستواهم هيتطور ولا لا. يعني لسه عندنا 9 مباريات في الدوري ومباريات الكاس، وبالتالي يعني عندك فرصه انك تشوف امكانيات اللاعبين وتشوف وصلوا فين عشان تقدر يبقوا في النادي الاهلي ولا لا. وبالتالي يعني في حيره كبيره جدا انك تحصد البطوله ولا انك يعني تخاطر شويه باللاعبين، ولكن انا مطمن بشكل كبير لان معظم اللاعبين وصلوا لحاله بدنيه على الاقل يعني متساويه بشكل كبير، وده شغل الراجل المدرب الاحمال. الحاله الفنيه طبعا يعني تبقى انه شغلهم في التدريبات وفي المباريات الوديه، واتمنى ان شاء الله ان يعني انت يعني شخصيا اشرف تتمنى تشوف مين بكره؟ يعني انا يعني انا بستنى التشكيل بتاع الاهلي، ببقى بقول يا ريت يلعب عايز اشوف برونو سافيو مثلا، كريستو اتمنى ان شاء الله يبقى موجود، القندوسي اتمنى ياخد فرصه كبيره،
محمد اشرف طبعا مش موجود، موجود مع منتخبنا الاولمبي. طاهر محمد طاهر عايزه كمان ياخد اكتر عشان يعني يسترجع، جاب جول اهو غنى وغنى طبعا وكان كويس جدا، الجمهور غنى له عمل حاله، عمل ترند في مصر كلها الحقيقه. يعني دول الثلاث اربع اسماء اللي اتمنى اشوفهم. انا بجد عايز اشوف كريستو، عايز اشوف قندوسي فرصه اكبر، مساحه اكبر الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، سواء في مباريات الكاس او في مباريات الدوري. اتمنى ان شاء الله التوفيق منهم، لان فعلا عندهم امكانيات كبيره جدا جدا. اتمنى ان شاء الله انهم يتواجدوا في مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. طيب نروح لملف الميركاتو. اتفضل. مصر كلها ما بتتكلمش غير عن الميركاتو دلوقتي. خليني ابدا بملف الاسماء اللي شغلت جماهير النادي الاهلي، ومنهم واولهم الشحات طبعا. شايف واحد تقييمك لمشوار الشحات مع النادي الاهلي، و بشكل خاص تقييمك للموسم الاخير اللي قدمه الشحات مع النادي الاهلي وتاثيره مع الفريق. طب انت مش هتطمن جمهور النادي الاهلي الاول ولا يعني ما يعني احنا قلنا الشحات واحد من اللعيبه الحقيقه المخلصه جدا لجماهير النادي الاهلي، والحقيقه يمكن من اول يوم انا دايما بقول انه اللاعب المتمسك بالنادي الاهلي واللي ممكن يقدم تضحيات عشان يكون موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيسيبش القماشه دي. فبالتالي الشحات يعني موجود ان شاء الله، موجود ان شاء الله في الاهلي ان شاء الله باذن الله. شحات باذن الله تعالى موجود في النادي الاهلي بنسبه 100% ان شاء الله. شحات طبعا يعني قدم مواسم مميزه جدا مع النادي الاهلي، صحيح كان في دروب في بعض الاوقات ولكن اوقات قليله جدا. يعني شحات اتكلم عن 39 هدف مع النادي الاهلي، تقريبا 42 او 45 تمريره حاسمه مع النادي الاهلي في كل مبارياته، 11 بطوله مع النادي الاهلي، 2 للدوري و2 لكاس مصر و2 لكاس سوبر المصري و2 كاس سوبر افريقيا، 3 بطولات لافريقيا. وبالتالي يعني اهدافه في كاس العالم واهداف كاس طبعا طبعا وميداليتين، ميداليتين برونز في كاس العالم برونز فانت بتتكلم عن بالاضافه بقى لادائه الرجولي جدا. يعني حسين من الناس اللي بتحس انها يعني بتلعب بقلبها جدا جدا داخل النادي الاهلي، ودي دي نوعيه اللاعبين اللي النادي الاهلي دايما بيحاول يحافظ عليها. فحسين شحات الحقيقه يعني واحد من الناس اللي مستحيل النادي الاهلي يفرط فيها، دايما بيوصل معاهم لاتفاقات ايا كانت المغريات يعني. ولكن تمسك حسين الشحات بوجوده وتواجده في النادي الاهلي في التوقيت ده وهو في هذه الحاله الفنيه، اعتقد انه لازم النادي الاهلي يبقي عليه ويكمل طبعا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. حسين شحات مميز جدا جدا الفتره اللي فاتت، واعتقد انه هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. صحيح. طيب بشكل عام يعني بصرف النظر عن الاسماء، خليني اخد رايك في شكل الميركاتو اللي الاهلي محتاجه لموسم جاي، او يعني مش عايز اربط موسمين لانه هيبقى عندنا فترات انتقال مره شتوي ومره صيفي تاني، لكن انت برضو في النهايه يعني على اللونج تيرم انت عندك موسمين فيهم ما هو جديد وصعب ومختلف. موسم جاي في بطوله سوبر ليج مؤقتا لغايه لما يشوفوا المسمى بتاعها النهائي ايه، لكن هي بطوله كبيره هيشارك فيها كبار القاره، جوائز ماليه حدث ولا حرج يعني. اخر ابديت عندي انه المركز الاول 8 مليون دولار. فانت بتتكلم على ارقام جديده على قاره افريقيا، بتتكلم على مستوى منافسه اكيد هيبقى صعب لان كل الناس هتستعد للبطوله دي بشكل جيد جدا. بتتكلم على كاس عالم انديه، نفسك السنه دي تروح السعوديه ان شاء الله باذن الله، باذن الله تقدر تعمل حاجه كويسه ان شاء الله. فبتتكلم على موسم محتاج استعداد مختلف يا اشرف. أكيد. وخصوصا حط في اعتبار انه الدنيا من حواليك بتتغير، الارقام النهارده اللي بقت بتدفع في السعوديه واللعيبه اللي بقت بتروح السعوديه هتخلي ده ليه تاثير على سوق افريقيا بشكل عنيف بالتاكيد، وهيبقى في ضغط على الانديه الافريقيه اللي مواردها ابدا مش ممكن تقارن بموارد الانديه الخليجيه وتحديدا السعوديه. مش بس السعوديه، حتى في قطر وفي الامارات برضو السوق هناك بيتكلم في ارقام ثانيه خالص، تضاعف يعني. فبالتالي الكواليتي السعر اللي انت بتدور عليهم هيبقى فيه صعوبه. شايف الميركاتو اللي جاي بتاع الاهلي ازاي؟ طيب يعني خلينا متفقين ان النادي الاهلي الموسمين اللي فاتوا دول قدر يحقق نسبه نجاحات، بعيدا عن المستوى الفني بقى ونسبه نجاحات الالقاب والانجازات على المستوى المالي كمان كبير جدا جدا الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله، مش عايزين الناس لكن النادي الاهلي الحمد لله اصبح يمتلك قوه ماليه كبيره جدا جدا في الشرق الاوسط في افريقيا. تمام، خلينا نتفق على ده.
صحيح في مقارنة بالأندية الأفريقية بالدول الخليج الموضوع يعني بعيد شوية لكن الحمد لله النادي الأهلي برضو قادر على ده لأن أنت حققت ألقاب كتيرة جدا حققت إنجازات وحققت الحمد لله مكاسب مالية كبيرة جدا الفترة اللي فاتت وبالتالي النادي الأهلي قادر في التوقيت ده إنه يكون عنده ميركاتو صيفي نادي النصر بيدي 200 مليون دولار انا معاك ما يعني كريستيانو رونالدو مش خدش دوري مش هيجي يعني مش هيدفع ده للافارقه ما انا فاهم انا اقصد اقول يعني انا بتكلم على انه فكره عشان بس الناس ما يعني ما انت بتتكلم برضو في حدود ماليه صحيح في مردود مالي يعني انت وانا بحط ده بشوف انه السيزون اللي جاي انا مشاركتي في كاس العالم وفي السوبر ليج وفي تشامبيونز ليج ممكن تضمن لي لو نجحت في تحقيق اهداف معينه ان انا يخش لي مثلا 15 مليون دولار مثلا يعني فاحنا بنتحرك في البادجت دي ما احنا ما بنتكلمش يعني ابعد شويه عن منطقه الخليج خلاص خلينا نتكلم في افريقيا يعني. لكن انت بتتكلم على الحمد لله النادي الاهلي قادر انه يعمل ميركاتو الصيفي بشكل جيد جدا او ميركاتو الشتوي كمان الفتره اللي جايه بشكل جيد جدا انت محتاج اربع مراكز تقريبا العناصر اللي ممكن كانت السنه اللي فاتت ناس بتقول لك ممكن تمشي السنه دي اعتقد وجهه نظر اختلفت 180 درجه في اسماء كتير في اسماء كتير الناس كانت قللت الفوارق في احتياجاتك او في نظرتك لل طبعا مفيش خلاف لكن انت كنت يعني انا كنت معاك في حلقه هنا قلت لك احنا على الاقل محتاجين 7-8 لاعبين عشان نقدر نكمل في المنافسه على البطولات الفترات اللي جايه النهارده بكلمك في اربع لاعبين تقريبا او اربع مراكز انت محتاجهم مع المجموعه اللي موجوده مع ارتفاع مستوى ناس كتيره جدا كنا بنتكلم انها ممكن يكون في رحيل عن النادي الاهلي الفترات اللي جايه لانه مستواها اقل من تواجدها في النادي الاهلي لكن النهارده الحمد لله في لاعبين كتيره جدا مستواها ابتدى يعود بشكل كبير تالق اللاعبين والاندماج ده والانسجام والشكل الجماعي اللي بقى فيه النادي الاهلي اعتقد ان يعني كهربا مثلا كان بعيد جدا انت كهربا النهارده واحد من الاسماء اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله اللي جم من بعيد جدا وصحح لي فرق كهربا جه من بعيد مروان عطيه جه من بعيد قوي جداً قوي جدا بيرسي تاو جه من بعيد من ابعد مكان يعني بيرسي تاو كنا يعني تقريبا كان في اتفاق شبه اتفاق كامل عند الجميع ان بيرسي تاو مستوى بعيد نتيجه الاصابات الكتير اللي كان موجود لكن عودته بهذا الشكل مع النادي الاهلي بدنيا وفنيا لا طبعا شكل رائع جدا حسين الشحات كان في فترات بعيد جدا اسماء كتير يعني في 6-7 اسماء في النادي الاهلي كانوا بعيد جدا النهارده هم نجوم النادي الاهلي منعم جه من بعيد جدا منعم طبعا كان في فتره من فترات بعيد فلا يعني في مجموعه كبيره جدا ابتدت خلاص موجوده النهارده بقت بالنسبه لجمهور الاهلي تريد مارك طبعا يعني انت منعم النهارده في خط الدفاع الناس بتقول لك منعم واحد من افضل مدافعين مش في مصر في افريقيا كلها افريقيا طبعا صحيح طبعا الشحات السنه دي مفنش في موسم تالي هو افضل موسم ليه مع الاهلي السنه دي دي حقيقه فبالتالي قل شويه فكره انك عايز تتعاقد مع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين النهارده بتكلم في 3-4 لاعبين 3-4 مراكز هتبص هنا للمحلي اكتر ولا تبص اكتر للاجنبي اكتر انا شايف الاجنبي اكتر اللي انت محتاج نوعيات مختلفه من اللاعبين يعني مثلا انت بتتكلم على الباك الشمال انت عندك علي معلول وعندك محمد اشرف مظبوط محمد اشرف لو خدها مع الوقت الناس كانت ناس كتير قوي يعني هيبقى كويس هيبقى كويس طبعا جدا طبعا هيفرق جدا معنا لا لكن انت محتاج حد اعلى دايما النادي الاهلي اشوف التعاقدات بتفرق فكر الجهاز الفني او النادي اللي بيتعاقد مع لاعب بيفرق من مستوى البطولات اللي بينافس عليها يعني مثلا لو بتكلم على فريق في وسط الجدول اكيد مش هجيب حد افضل من اللي عنده هجيب حد شويه اقل شويه عشان يبقى موجود بيسند لكن فكر النادي الاهلي دايما انا لما بجيب لاعب خلاص هو هيلعب وبالتالي هو موجود افضل لازم يبقى افضل من اللاعب اللي موجود عندي انت بتدور على حد نوعيات مختلفه كواليتي مختلف طريقه اداء مختلفه وبالتالي اعتقد انه يعني في تفكير مثلا في مهاجم انت بتدور على حد سوبر يعني حد مختلف تماما عن نوعيه اللاعبين الموجودين في مصر شفت كم اسم مترشح للنادي الاهلي كتير في اسماء كتيره مرشحه للنادي الاهلي مين الفترات اللي فاتت يعني موليكا عاجبني جدا انا مش اتفرجت على حاجات كتيره جدا دي لكن ما اقدرش اقول لك ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي ولا لا نظرا للمبالغ الماليه الكبيره جدا المعروضه عليه سيبك من الفلوس والمفاوضات انا بكلمك كوره الصفقه تحصل ما تحصلش دي قصه تانية لكن انا شفت مثلا يعني ترشيحات كتيره جدا منها اللي الناس شافته منها اللي سمعت انا عنها فدورت وشفت
انت شفت اسماء اكيد بصيت عليها ويعني ليك راي فيها، انت مين عجبك شخصيا؟ يعني موليكا من الاسماء اللي اتمنى ان يبقى متواجد في النادي الاهلي. عطيه الله طبعا من الاسماء، لاعب الوداد الباك ليفت من الاسماء اللي اتمنى ان يبقى اتنين موجود. محترفين باك ليفت ليه يعني؟ يعني انت بتتكلم في علي. يعني علي ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكمل الموسم اللي جاي، يبقى ان شاء الله يبقى متواجد بنسبه كبيره مع النادي الاهلي، ولعب ما فيش خلاف على تواجده، ولكن لسه صغير. والتنافس هيديلك مساحه كبيره ممكن استغلاله في 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 ناحيه، لان عطيه الله من اللاعبين المميزين جدا في كلاعب ايسر، يعني ممكن يلعب في اكتر من مكان، يعني فوق عالي ناحيه الرايت ممكن تستغله، يعني جوكر، يعني تقدر تستغله في اكتر من مكان. بس انا دايما بشوف انه يعني مش فكره، مش وجهه نظري، بشوف اكتر الناس الاهلاويه يعني لما بيتكلموا في الصفقات لكن انه الاجنبي ده هجوم، احنا مش عايزين محترفين في الدفاع. ما احنا جبنا ديانج مثلا، ولاعب من اللاعبين اللي فرقوا معانا كتير جدا في ومعلول، ومحدش يقدر ينكر ده. معلول يعني مركزه مدافع، لكن واحد من اهم مفاتيح لعب الاهلي في السنوات الاخيره. وقبل معلول كان جيلبرتو، يعني انت عندك يعني مساحه كبيره. لا بص، النادي الاهلي ده بينافس على، هتكلم النهارده في 7 بطولات او 7 ألقاب بينافس عليها النادي الاهلي، وبالتالي انت محتاج كواليتي مختلف من اللاعبين وكتير، يعني لازم يبقى عندك مساحه شويه من الـ القماشه من اللاعبين عشان تقدر تشتغل بشكل كبير في كل البطولات دي. محتاج طبعا حد في وسط الملعب بعد رحيل حمدي فتحي، اعتقد ان حمدي فتحي احتمال كبير جدا يكون المباراه القادمه او اللي بعدها، يعني اخر مباراه مع النادي الاهلي. في حاله، يعني اتمنى ان شاء الله يعني بقاء الشناوي، لكن في حاله رحيل الشناوي تحتاج حارس مرمى مع مصطفى ومع اللطفي. يعني اعتقد دول الاربع مراكز اللي انا شخصيا شايف النادي الاهلي محتاجهم الفتره اللي جايه. باقي اللاعبين يعني في 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 تألق غير طبيعي الفتره اللي فاتت، وفي رؤيه للمستوى الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد هذا التركيز والمستوى الرائع جدا اللي قدموه الفتره اللي فاتت. اعتقد ان انت مش محتاج اكتر من 4 5 لاعبين. عوده اكرم وكريم طبعاً هتفرق معانا كتير. اكرم جداً. اكرم في ظل تألق هاني ترجعه، وجود خالد عبد الفتاح كمان، يعني خالد كمان بيأدي شوف خالد من اللاعبين كمان اللي عاجبني جدا، لانه بيبقى بعيد جدا عن الصوره وبينزل، بيبقى متواجد يعني في التشكيل الاساسي، بيأدي يعني ممكن تديله 8 8.5 من 10. أيوة. وده الحقيقه يعني ولا ما كانش الاهلي قرر انه يحول الاعاره لتعاقد، يعني شراء. صحيح. طبعا عوده اكرم من الناس الجوكر، يعني نتكلم في باك رايت، ممكن يعني نتكلم في وجود هاني وفي وجود خالد عبد الفتاح، اكرم ممكن تستغله في وسط الملعب. أيوة. وبالتالي لا يعني في لاعبين ممكن الاستعانه بيهم في اكتر من مركز، ودي بتدي يعني مساحه كبيره جدا للمدير الفني ان يبقى عنده امكانيات كبيره للاعبين ومساحه كبيره في اختياراتهم داخل الملعب. وكريم فؤاد برضه كان ناجح جدا مع كولر في البدايات لو تفتكر، هو يمكن عاد توظيفه وينج يمين، بس بيلعب الناحيه اليمين دي قدامه يعني باك رايت وينج رايت، فبرضه هيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي. ترشيحات محلي عشان السعر يبقى يعني تعرف العمله النهارده الدنيا فمحلي الاول في الاربع حراسه مرمى، اهم مدافع من وجهه نظر اشرف ممدوح، اهم لاعب خط وسط اشرف يتمنى، سيبك من قصه المفاوضات، احنا بنتكلم كوره دلوقتي، مين حارس مرمى لو مثلا الاهلي محتاج يدعم المركز ده، افضل حارس مرمى شايفه محليا، مين افضل مدافع تتمنى شايفه يليق بالنادي الاهلي، مين خط وسط، مين هجوم؟ طيب وانا كنت اتمنى الحقيقه يعني قبل اصابه احمد حجازي انه يكون يعني بعد قرار رحيل ده انه ممكن يبقى تواجد في النادي الاهلي. كنت اتمنى وجوده في النادي الاهلي، لان الحقيقه بس الاتحاد متمسك بيه جدا، متمسك، لكن كان ممكن يعني كان ممكن قدم موسم مميز جدا الحقيقه، موسم مميز جدا الفتره اللي فاتت. لا ده هم ماسكين فيه بايديهم يعني، لا لا هو عامل شغل جدا في الاتحاد طبعا. يعني شوف في حته المهاجم انا مش شايف حد الحقيقه على المستوى المحلي، مش لاقي يعني ما فيش حد فارق عن اللي عندك طبعًا. يعني لا في النادي الاهلي هم افضل الموجودين كروس حربه يعني. في خط الوسط يعني شايف ممكن بوبو محمد رضا بوبو، شايف تمام. هلال برضو من اللاعبين المميزين جدا، لاعب الاهلي شوف هو انا مش مقتنع قوي بنسبه كبيره جدا، لكن بالتاكيد في دور
خافي كده يشوف. انا عاصرت كابتن اسامه عرابي، واحد من الاسماء اللي يعني اللي كان لا غنى عنها في النادي الاهلي سنوات طويله جدا جدا. طبعا اي طويل. مدير فني بيجي مصري كابتن اجنبي، كابتن اسامه عرابي يتحطوا بعدين الفرقه كلها. وبالتالي في ادوار لبعض المدربين لبعض اللاعبين داخل الملعب انت ممكن ما تشوفهاش ك ك ك ك كمشجع او كجمهور، ما يكونش ليه دور كبير من وجهه نظرك او مش مبدع بالنسبه لك بشكل كبير. فشايف ان ممكن محمود حمادة ممكن يكون واحد من الاسماء دي، دوره خافي شويه. النواحي الدفاعيه والتكتيكيه والخططيه بالنسبه للمدرب ممكن تفرق. خلي بالك حمدي برده صحيح ظهر في بعض الاوقات في بعض الاهداف، لكن دوره خافي جدا برده. يعني الاسماء المدرب لا غنى عنه داخل الملعب، لكن مش من اللاعبين المبدعين فنيا يعني مهاريا داخل الملعب. فممكن محمود حمادة طبعا يكون من الاسماء دي. دفاعيا محليا الدوري ده كله ما فيهوش مدافع عجبك؟ في مدافعين، لكن انا عايز نوعيه محمد عبد المنعم، انا عايز حد بهذه النوعيه وهذا الكواليتي. فالحقيقه مش لاقي حد ممكن يسد الفراغ ده، يعني الحقيقه ما عنديش حد مميز قوي يكون بهذا الشكل يعني او هذه الطريقه. اتمنى ان شاء الله يعني يكون في فكر المستر كوره او شاف حد بشكل مختلف. انا ثقتي في اختيارات الراجل وعينه كبيره جدا. وبالتاكيد طبعا هيكون له ساي كبير جدا في كل الاسماء اللي ان شاء الله تدعم سكواد محترم جدا للنادي الاهلي وتودينا الموسم اكتر نجاحا ان شاء الله. الاهم من فنش الموسم ده بالسبعيه زي ما اتفقنا. اتمنى ده طبعا يعني الله. حارس المرمى مؤخرا انا برضو ما عنديش اسم ممكن ينضم للنادي الاهلي الفتره الجايه. نورت الدنيا يا اشرف، اشكرك جدا، اشكرك على وجودك معانا. كل سنه وانت طيب والزملاء طيبين ومصر كلها بخير يا رب دايما. بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم، نتقابل بكره حلقه جديده السادسه.